السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مروة سليمان من قناة تكنولوجيا المعلومات. النهاردة هنتكلم عن إشهار الموقع أو المدونة الخاصة بينا على محركات البحث، وأنا هنا بتكلم مع المبتدئين اللي بيعملوا مثلا مدونة على بلوجر أو مدونة على الووردبريس، وبيبقى عايز يعرف إيه الخطوة اللي يعملها تاني بعد ما بيبتدي إن هو يربط الموقع بتاعه أو الدومين بتاعه بهوست علشان يطلع بالمدونة بتاعته أو الموقع بتاعه على محركات البحث المشهورة زي جوجل وزي بينج. تاني خطوة بتاخدها بعد ما بتعمل الموقع بتاعك أو المدونة بتاعتك، بتبتدي إن أنت تاخد الرابط بتاع الصفحة الرئيسية بتاعة الموقع بتاعك، وبتخش على الروابط اللي هتكون موجودة أسفل الفيديو. أول رابط وهو الرابط الخاص بجوجل سيرش كونسول، بتخش على الصفحة دي وبتبتدي هنا تيجي في اليو ار ال، تبتدي تحط اليو ار ال الخاص بالصفحه الرئيسيه بتاعه الموقع بتاعك، وبتبتدي ان انت تقول له اي ام نوت ا روبوت عشان يتاكد ان انت مش روبوت. تبتدي ان انت تعمل تشيك على الكاباتشا، وبعد كده بتعمل سميت للريكوست بتاعك. هنا بيبتدي يقول لك ان هو هيقوم بمراجعه الطلب بتاعك في فتره قصيره. هنخش بقى للرابط الخاص بان انا اشهر الموقع بتاعي او المدونه بتاعتي على محرك البحث بينج، وابتدي ان انا اروح للجزء بتاع تايب ذا يو ار ال اوف يور هوم بيج هنا، واحط الرابط بتاع الموقع بتاعي، وهنا ببتدي ان انا بتايب الكاركتر اللي هو اللي كاتبها عشان يتاكد برضو ان انا مش روبوت. بعد كده بعمل سبميت، هيبتدي يقول لي ان هو هيزور ماي سايت عشان سون عشان يبتدي ان هو يندكس الموقع بتاعي، وتقدر ان انت تستقبل ترافيك من بينج. زي ما احنا شايفين الموضوع فور فري. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من المعلومه الصغيره بتاعه النهارده لكل واحد مبتدئ بيبتدي ان هو يعمل موقع او مدونه خاصه بيه. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وشير ولايك للفيديو. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.